هيك نحكي صباح الخير مسجد الأقصى يا شباب. هاي حاليا أنا موجود بمساحة قبة الصخرة. شوفوا جمال القبة. يا سلام. الساعة 11 الآن وما زال الثلج
وقف تقريبا لمدة ساعة بعدين رجع. وقفنا في المطلب ونطير. أسعد الله صباحكم. صباح يوم الخميس الساعة 6:30 غرب عمان ما شاء الله تبارك الله. عمان الأردن عمان الجبيهة يوم الخميس 23/6/1443.